إذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. هنگامی که قرآن خوانده شود گوش فرا دهید و خاموش باشید، شاید مشمول رحمت خدا شوید. والذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال. رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال. بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله نور السماء مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسس نار
الله نور السماوات والأرض الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم
اللهم صل على